Alors, Wartesh. Le 6 mai 2012 à 8h30 du soir. C'était aux urgences de la Rabta, box-chirurgie. وكيفاش؟ أنا نعدي على مريض جبعثو من سيرفيس نورو من نوروشير بور أورجونس ديجستيف و كارديو فاسكولير. بديت نعمل في الإكزامان بتاعي، جي أوبجيكتيفي أون إيماتيماس، مشيت هزيت التليفون باش نكلم سيرفيس شيروجي. لاكومبانياتور بتاعو هجم عليا من تالي، بدا يضرب فيا كيفاش تسيب المريض وتمشي تحكي في التليفون. سيتي كوم سي انا سايب في موت ومشيت معناها جو بابوتي اكوتي. انا نفسر له نقول له راني قاعد نعيط للسبيسياليست باش يشوفه، وهو ما هوش يفهم فيا، دخل في حاله اخرى ويضرب فيا باللي قدامه بدبوزة ماء، يكسر في التليفون وبالبونيه، وضربني ضرب لي راسي على الحيط ودخت. من بعد خرجت خرج نلقى الفم دو ميناج، عديت للبارتي اللي فيها سورفيون، حكيت معاهم يافي بيرسون معناها دو سيكوريتي، يافي ني بوليس ني لي غارديان. بعد شويه مشيت كلمت لي سينيور نتاع سيرفيس شيروجي باش هبطوني عندهم. جيت هوسبيتاليزي بوندون 48 اور Après avoir fait un scanner cérébral qui n'a pas montré de lésion. Voilà. وعلاش حاجات كيما هكا تصير؟ حاجات كيما هكا تصير خاطر قلت نظام في لي سيرفيس دي زورجونس. مريض يجي avec 4 accompagnateurs يدخل معاهم الكل. ما فماش شكون ينظم الدخول والخروج، فما مرضى تقعد تستنى برشا في لي بيلون تاعهم لين يفدوا لين معناها يوقعوا في حالة هستيرية معناها من الفوضى اللي تصير في السيرفيس دي لوجونس. داكور، ميرسي.